السلامة، مرحبا بكم في الفيديو جديد. ساعة أول حاجة نحب نشكر الناس الكل اللي دعاوا لي من قلبهم واللي كتبوا لي الكومنتير في الفيديو اللي قبل هذي، وربي يفضل لكم انتم الكل أمهاتكم، وربي يرحم كل أم توفية، وربي يفضل لكم العزيز عليكم الكل. بهي في فيديو اليوم باش نبارتاجي معكم الجزء الثاني. البارح بارتاجيت معكم الشامبر شوية حاجات هكية واللوتيل وكل شيء. اليوم باش نبارتاجي معكم الغيستو، شنو فما في البوفي، باش نبارتاجي معكم الانيماسيون والبارتي الثانية متاع السهرية والعشاء والبارتي الثانية متاع المفاجأة. دونك اقعدوا معايا وما تنسيش باش تعملوا لي جيم. هاي نهبتو هاي تصور فيا هذيك الريسبسيون، شوفوا مزيانها افريكانا، حاسيلو على اسمه هو افريكانا، وال ديكور نتاعو كل ستيل افريكان. هذه مازالو كيعملو فيها رينوفاسيون جديدة، عملو لهنايا فما لي صالون القهاوي، فما المنبر هاديكا، فما قاعدة تعمل 66 كيف. غادي كابدي البار بتاع الأربعة، الأوبن بيفي بتاع الأربعة. شنو فما ما في الأوبن بيفي؟ فما ريحة كريب، هاي ريحة كريب. ناخذ زعما من داخل، ما ايش ناخذ من داخل؟ ناخذ طاولة. انا ما نعرفش ناكل حتى شيء، اذا ما نعرفش نحب ناخذ قهوة. انا جوست ايجا ناخذ، ايجا ناخذ من عند الدخلاني، عجبتني خيرا. ليه تقولي الداخل اللي يعطيك في كيسين لازمك تقعد تشربهم غازي. بعد هكا ما وهنا تاو سون سكر هيت هيت. غنمشيو بحدا الورد هذيك صافي، فما البارتي الاخرى. اجا نمشيو منين لا الورد، فما مازال ما لوتي كل ورد ما نعرف فما عجبتني الوردات. اجا نمشيو للبارتي الاخرى وين فما البيفي الاخر. هذيك البلاصه هذيك ماهيش زولي، كملوا التصوير كملوا التصوير. تحب نقعدوا غادي؟ هاي ايش قولي توا عجبك الويكاند؟ شقاوك في الشابو تاعي؟ عجبك مع الويكاند؟ يعجبني ويعجب البي. تمنينا تكونوا معانا البنات كيما ديما تتقال هي، اما بالحق نتمنى لكم كلكم متفرهدين هكا يا ربي. ان شاء الله ربي يفضل لكم العزيز عليكم. امين. والبنوته اللي عندها مليمتها ما فيها بيس تفرحها، تخرجها تفرهدها، مش مشكل، مش لازم حتى لوتيل، نجم تهزها حتى توكلها كورن بلاس حتى على عشية الشط كما يقولوا بلغتنا العامية. وكهو
تفرح رأي الأم غير حتى ولو إنه أنا أمي ما تفرحش. أمي ما تفرحش كان نقول هاي نهزك تقول يا ولويه وكيفيه وعليه ما يعجبهاش الفيديو أي ماما نعرف أعطيها عملها ديديكاسيون إن شاء الله كل عام وانت حية بخير ماما. أنا زيدة أمي ربي فضلها زيدة وحماتي زيدة ربي فضلها إن شاء الله كل عام هي حية بخير إن شاء الله. توا كي نعمل أنا كادو لأمي وحماتي توا زيدة تسليم تصور لكم قدرة الله يعني مش على خاطر أنا جيت معناها راني مانيش باش نعمل لهم كادو لا أنا كل عام نتفكر أمي ونتفكر حماتي حتى بهدية بسيطة حتى بدبوزة ديودوغون يعني ماهيش حاجة مش لازم تكون حاجة كبيرة. حسيلو لوتيل هذا عنا فيه بليزيوغ سوفينير أباغ اللي معناها نحبو برشا لوتيل هذا عنا فيه سوفينير آخر اللي رحنا احتفلنا بيه بعيد ميلاد ماميتي أو ماما بالكورونا بيان سور يقول آخر مرة جينا وقتها في عيد ميلاد ماما حسيلو عملنا لها عيد ميلادها وجبنا معنا خالتي هذاك عيد ميلاد خالتي وقتها الكبيرة سونيا تابعهم تابع الماجيك لايف اي ام احسن وحدينا في الماجيك لايف صبره كان مزات ما مشيتلوش نتاع تبرقه زيد يحكيوا عليه اللي هو تحكون برشا انا مزات ما مشيتلوش اما المنار وماجيك لايف راهم توك 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 على هذه الاجواء على البحر البحر هي جابوا توريست هم قاعدين يعوموا شيخين على الواحه نسمع تهبل 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 انا هاني قاعده ما جبناش نحنا مايواتنا ما هي اللي كارت عليا قلت لها يما خنجيبوا المايو خنجيبوا اما مش بحثك التسنيم ديال التسنيم تاع جيب المايو قلت لي كيفاش تعوم اذا طقس خرجت ميساج حتى كيف طقس مش باهي شنو نسيتها الجمله هذيا نسيتها اما المهم هكا هكا الطقس ما يعومش احنا ما نعوموش في البيسين ثم بيت قاعدين يعوموا ديجا هو البحر ريف قاعدين ينظف مازال مازال مش وقت عمان مازال مش وقت عمان اما نسمع هكا قاعده على البحر تعمل 66 كيف وزيد الكونيكسيون مقصوصه معناها دي كونيكسيون توتال واحد ريلاكساسيون يشم هوين فيف يرتاح فخار ربي يبعد شويه على الروتينات يزينا من الروتينات يخزر على المدى البعيد يطيح في التنسيون سورتو لما عندها معناها تنسيون في عينيها يساعدها معناها النظر على المدى البعيد باش يرتاحها ومعك المارش والدورة وتشوف حاجة معناها تبعد ما كان الزحمة نتاع العاصمة وكل واحد يرتح عصابه ننصحكم معناها هونوا على رواحكم نحيوا منا ومنا ومنا وتفرهدوا بالحق اعملوا معناها خذوا وقت لرواحكم تفرهدوا فيه تصرفوا شوفوا كيف معناها تنجم تتصرف حتى تهز باراسول وكليم وتقعد على البحر مش لازم مصروف بالحق نحي برشا ستريس هي هكا انا في بيتي تقتل تويكا باش نهبطو للعشاء لبس الاوتفيت هذي تعرفوها عاد الاوتفيت هذي كرهتوها ما ورينا الاوتفيت اوف ذا نايت نتاعك بيه قاعدين نشوفو فيكم متى بجاه ربي تاو نمشيو نتعشاو 1 2 3
دونك هذه الطاوله انا وصيت عليها بشي زين وهي لما ماما في بالها بحد شيء مازلت ما جاتش نشوف الرياكسيون تاعها بالهيس لا ديكور ما تصوريش وش تصورك عجبتك اللهم صل على النبي شو عملنا حبيتها ديكور عجبتك ولا اللهم صل على النبي شو عجبك والله العظيم عايش بنتك ربي يخليك ربي يحفظك توش نعمل بيكم دورة على البوفيه هاوكا صورت لكم كل شيء خاطر نعرف اللي فما عبيد معناها تمشي للوتيل على الجو فما عبيد تمشي للوتيل على البوف دونك انا هاوكا ما خلي لكم حد شيء في قلبكم وريتكم كل شيء عملت بيكم دورة باهية اذا كان عندكم اي سؤال ولا اي حاجة تحبوا تستفسروا عليها اكتبوا لي وانا نجاوبكم بالنسبة للأسوام وكيفاش عديت الغيزارباسيون وين وكل شيء ان شاء الله مازال فما فيديو اخر الجزء الثالث نتاع السيجور نتاعنا هذيك باش نجاوبكم فيه كيفاش عديت الريزرفاسيون بقديش ونجاوبكم على الاسئله نتاعكم الكل 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 هنا كيما تشوفوا كل شيء موجود في البوفيه ما شاء الله في القايله ما صورت لكمش خاطر وصلنا مأخر اما في العشيه وكهبطت معناتها دوبا محل الغيستو وحاولت باش نصور لكم وقت اللي كل شيء مازال موجود هنا با هكا خذي احنا بزهر معناها عاملين كيما قلت لكم ريجيم اما عندها ريجيم سبيسيال بالحق اول مره انا بيتي قعدت بهت فيها اما ما تاكل حتى شيء كان كي اللي قالها عليها طبيب انا بون بس شويه خديت بيتزا وكل تشوفونا شنو الحاجات اللي خديناهم سينو كل شيء موجود عملت بكم هاكا دوره باش نوريكم زيد الغيستو قديش كبير سباسيو على الاخر نعرف اللي فما عبيد معناها تتقلق من لي سباس المسكرين لهنا الغيستوران كبير على الاخر مرتاح واسع معناها ما نعرفش قديش يهز نومبر دو بيرسون بالضبط اما تشوفوا بعد البارتي هذيا متاع الديسير أتو تشوفوا الاسباس متاع الغيستوران تيارة على الاخر حبيت نصور معاكم الشارم متاع الريسبسيون في الليل والليميار محلولين وكل شيء هكا ما حبيت نخبي عليكم حتى شيء باش اذا كنتم ناويين ان شاء الله تعملوا ريزيرفاسيون ولا حاجه تبداو عارفين معناها شنو موجود كيما في الليل كيما في النهار هنا قبل ما تبدا الانيماسيون قعدنا شويه نستناو هكا كنعملوا في دوره هكا معناها توا بديت الانيماسيون تاع الصغار واقعدوا اتفرجوا حسيلوا في الجو كيف العاده بيان سور يبداو من الاول بالانيماسيون تاع الصغار ومن بعد عملوا لايف باند غني تونسي وجو كل هوني كما تشوفوا ماما شيخة عاملة جو يا ربي فضلها لي يا ربي تيش بقراسي هي بابا وان شاء الله ديما فرحانين يا ربي انيماسيون ديما هكا الماجيك لايف معروفين بالليكيب دانيماسيون القويه نتاعها ديما في الصيف يعملوا هكا دي زيفينمون حاسيلو دي سواري وكل شيء سورتو لي سامدي لي ويكاند دونك اذا كان باش تمشيو راكم باش تشيخوا على الاخر الكبار والصغار ويكاند 1 2 3 هير وي جو
هذا كان الجزء الثاني من الفيديو، ان شاء الله استنوني في الجزء الثالث ومزيد المفاجئات. دونك نتلقى في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي.